مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم متعكم الله بالصحه والعافيه. كل ما ذكر اسم السودان ذكرت ام درمان، ذكرت الثقافه ذكرت ام درمان، الرياضه والفن والسياسه ذكرت ام درمان. حلقتنا الليله من حي البسطه بام درمان، خمسه فائزين وخمسه جوائز وخمسه محطات. نتمنى لكم متابعه شيقه مع حلقه الليله. اولى محطاتنا وتابعوا معانا. مرحبا بكم. اولى محطاتنا من ام درمان حي البسطه. سؤالنا حيكون دازم عن البسطه ذاتها لانه يسمى عليها الحي ده. اول سؤال، اول محطه، اول فايز، تابعوا معنا. كيف الحال؟ السلام عليكم. سلام. طيبين؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ نتعرف عليك. الفادي حمد حسن عثمان من بورسلان. من بورسلان ما شاء الله، شغال في حي البسطه هنا؟ والله عندي كتب دار اشيل من البسطه هنا. يعني بتضطع من هنا تمشي بورسلان؟ ايوه ده من هنا السوق هنا ذاته. السوق ذاته هنا؟ السوق هنا ذاته. والربح في بورسلان؟ والربح بورسلان. ما شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك. هناك محل الكاش هناك. محل الكاش هناك. ايوه. طيب احنا عندنا سؤال. نعم. سؤالنا، متى انشئت اول بسطه في السودان؟ هي البسطه الوراق دي انت شايفها طبعا. نعم. هاي واللي سمى عليها حي البسطه ده. نعم. انشئت 200. والله والدنا كان بيحكي لنا، قال ان احنا كنا بالحمير بنجي بنسمع الاخبار في البوسطه، نوقف في الحمار والميكروفون بيذاع الاخبار. نعم. الاسهري قال فلان قال، مهم يعني. لكن تاريخيا كده انا ما اذكر الناشر 200، لكن على ما اظن 1915 او 17 يعني. هم كانوا بيجوا بحميرهم. بيجوا بحميرهم بيقفوا بيسمعوا الاخبار يعني. دي معناها جواب ذاتها بيحتاج لي بوسطه، بشيلوا بالحمار ده يوصلوا يجوا. بس خلاص ايوه. طيب احنا سؤالنا، طبعا اتسمت عليها حي البسطه، البسطه دي اتسمى عليها حي البسطه. نعم. والبسطه دي انشئت بعد دخول المستعمر. نعم. بعد دخول المستعمر، يعني بعد دخول المستعمر الانجليزي. أيوة. وفي البسطه ذاتها احياء مقسمه، منها حي القش وحي الشيخ الغرقان، دي بين حي البسطه يا اخواننا. نعم. صح في زول من البسطه؟ ايوه. دي حي البسطه، لكن نعم. التاريخ بالضبط كم؟ كده قدر انت. والله هي بعد الاستعمار معناتها يعني بعد 1900. يعني 1900 بين 10 الى 17 في في المساحه دي يعني، لكن ما بالضبط كده ما اقدر. 1900 داخله ولا ما داخله؟ 1900 لا لا 1957 لا لا ما داخله. ما داخله. ايوه بعد 1910 يعني. طيب مرحبا بكم متواصلين، مرحبا بك نتعرف عليك. مرحبا صديق عبد القادر. صديق من وين؟ من ابناء تنبول. ابناء تنبول شغال في سوق ام درمان؟ شغال في سوق ام درمان. ما شاء الله، شغالين في شنو؟ شغال في الموبايلات. موبايلات؟ ايوه. ما شاء الله. سيانة. يعني صيانة موبايلات وبيع وشراء. بيع وشراء. خلاص انا بسألك السؤال ده، ان فزت مبروك عليك، وان ما فزت قايط لي موبايلي ده بدفع فرق. يعني ما بمرك ساعي جدا ما عندك. طيب سؤال، حي البسطه متى انشئت اول بسطه في السودان؟ اللي سمى عليها حي البسطه اللي هي دي جنبنا دي، يسمى عليها حي البسطه ده، والكلام ده بعد دخول المستعمر الانجليزي، سنه كم؟ والله تقريبا يا اخي انا اقول لك سنه 1957. تفضل الله بالله عبد الكاي. فضل من وين؟ من تنبول. تنبول؟ نعم.
ثاني زون نلاقيك من تنبول. نعم. في سوق مدرمان. سوق مدرمان نعم. يعني انتوا تبيعوا تنبول وتبيعوا في مدرمان. في مدرمان. والله ما هينين. والله احنا عبرك نحيي ناس تنبول كله. الله يحياك الله. سؤالنا حي البسط البسطه دي اللي سمى عليها الحي سمى عليها حي البسطه. انشوها 200 سنه كم؟ الكلام ده بعد دخول المستعمر الانجليزي. بعد الدخول بعد المستعمر الانجليزي، وطبعا حي البسطه ده وذاته مقسم لاحياء منها حي القش، حي الشيخ الغرقان. انتوا طولتوا في البسطه هنا؟ تقريبا طولنا يعني من سنه 96 95 كده 95. انشوها 200 البسطه بعد المستعمر ولا قبل المستعمر؟ بعد دخول المستعمر الانجليزي تقريبا 1927 سنه 35 ها؟ 1935 1935؟ نعم. المستعمر بتذكره دخل 200؟ والله ما تقول لي انا علمي والتاريخ ده قريت علمي ولا ادبي؟ لا لا ادبي ادبي. هاي المستعمر جبت ايه الانجليزي؟ لا والله بس ما بتاكد لك ما بتاكد المقاله دي ما كتبتها ما كتبتها كنت مبخر يا والله يا اخي الكلام ده يعني انا ما بتاكد منه لكن يعني حاجه عارفها 1900 ما أعرف حاجة بالشكل 27 26 27 26. طيب أخوانا نحن في البسطة وسألنا الناس القريبين من البسطة وفي حي البسطة والسؤال كان عن البسطة وإنها إذا عملت 200 والإجابات كلها إجابات جاتنا خاطئة. بندي الناس خيارات أن إحنا أمننا في إنه الناس تفوز وهدفنا مشاركة الناس وفوزة بالجائزة. إنت أول زول سألناك ونقوم ندي خيارات، عندنا ثلاثة خيارات تختار واحدة فيهم. البسطة أول بسطة أنشئت في السودان عام 1900 دي اللي جاب الأولى، 1903 اللي جاب الثانية، 1907 اللي جاب الثالثة. والله يا أخي أنا بقول 1900 1907 1907 طيب يا أخوان أدينا خيارات والناس اختارت وحنعرف الإجابة الصح شنو. قبل ما نعرف الإجابة الصح دي بمناسبة البسطة دي يا أخوانا نقول لنا نكتة. هاي البسطة دي ما هي اللي بيجيبوا بها الجوابات صح؟ طيب كويس. واحدة قالوا خاطبها واحد في السعودية لكن ظهرت لهم حاجة غريبة، كل يوم يجيون جواب بالبسطة مكتوب فيه 5 حق يجي للبيت، البيت تفتح الجواب كله بس تلقى 5 حق دي وتطبقه. كل يوم جاي جواب، الجوابات مرت بيجي قريب 500 600 جواب. 5 حق بس 5 حق ما عرفوا الحاصل شنو. قام يا زول الجماعه قالوا يشوفوا زول حلوا له المشكله دي. ابوها طبعا خاف، جابوا البوليس وجابوا الناس وشوفوا الحاصل شنو. جابوا واحد قالوا متخصص بس في كشفرات زي دي يا اخي، ده مره فك شفره حير الناس. واحد مشاكل له زول رسل له مسطرتين، مسطره طويله ومسطره قصيرون معين ستيكه ما عرف شنو. جاب زول بتاع الشفره ده قال له دي شنو؟ قال لي المسطره الطويله دي قال لك طال الزمن او قصير بمسحك من الوجود. زول بيحل الشفرات. جابوه قال لي ورينا 5 حق شنو؟ البيت قاعده وهلم المومين وناس الحله والبوليس وجا قاعد 5 حق. قال له انا 5 حق دي 5 كان ما بتبدأ بالحق، انا عرفت 3 لكن الاثنين البقيات ما عرفتين. قال لي وريتنا 3 بنجيب الاثنين. قال لهم الحل الاولى حبيبتي، الحل الثاني حاجي، الحل الثالث حعرسك. قال هي قامت منه الصوم وبع ليس جميل حسن حامد. سؤالنا كان عن البسطة نفسها، أول بسطة أنشئت في السودان وكانت بعد دخول المستعمر الإنجليزي سموا عليها حي البسطة. حي البسطة حي كبير بتقسم لأحياء، منها حي القش ومنها حي الشيخ الأرقان، دي من الأحياء ضرب مثل لها. كنت معانا منه الفاتح محمد الحسن عثمان. الفاتح محمد الحسن إجابتك إجابة صحيحة. فاتح محمد الحسن عثمان من بورسودان. إجابتك إجابة صحيحة 1900 وفزت بالبخرة بالخيارات أخوان. حي الفاتح أخوان. بعد يعني عم بارك لك نفتح العربي نشوف اول جائزه لك. الفاتح يعني عم بارك لك ونتمنى لك التوفيق وربنا يوفقك وتمشي وترجع بورسودان بالسلامه. الله يخليك. والله نحيي غنى الشروق انها بتشارك المواطنين في مواقع عملهم وتقدم الهدايا والاسئله بسيطه جدا يعني، ونتمنى دوم والتوفيق لكم ان شاء الله. الله يديك الصحه، مبروك عليك.
متواصلين معاكم من حي البسطة ومن درمان، تاني محطاتنا ونحن موجودين في حي البسطة في هذه المدينة العريقة وهذا الحي القديم في أم درمان. محطة تانية وسؤال تاني وفايز تاني تابع معنا. السلام عليكم، إن شاء الله طيبين، كيف الحال؟ الله يسلمك، الحمد لله، يديك العافية. نتعرف عليك. صلاح السير القدال. صلاح السير القدال. صلاح بنرحب بك، محامي أصلا؟ نعم. أي ما شاء الله، ما هي واحد من اثنين، يا محامي يا بنك الكرافيت. محامي. محامي، مرحب بك، نحن بنحييك. وبالمناسبة أنا قريت قانون. عارف هاي والله؟ ما شاء الله والله. والله بدك تجامع. أنا بقول أنت في رابعة. أي تتخرج سنة كم؟ أنا تخرجت قريب سنة 2002. 2002 ظاهر عليك الشيف دخول عا ولا؟ نحن بنحييك، سعيدين بك. سؤالنا في حي البسطة. نعم. وبنسأل عن شخصية من شخصيات الهامة في حي البسطة. هو أصغر أمير لاي في تاريخ العسكرية في السودان من حي البسطة، من أسرة آل غندور. وكان زول شاذ في دفعته، في دراساته كلها كان ولد دفعته. حتى درس ماجستير في بريطانيا، جاء ولد دفعه. بالله العظيم. والله العظيم هو بيقول لي العميد دارين اللي جابه منه. ممكن صديق؟ لا لا، انت براك صديق ما يفوز براه. ده من حي البسطة، انا من كسلة. يعني ما اعرفه. لا 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 لا. طيب احنا بنحييك وبنتمنى لك التوفيق وتلاقينا مرات ثانيه ان شاء الله. الله يديك العافيه. شكرا يا استاذ، نتعرف عليك. بور بابكر جبل الله. منو؟ بور بابكر جبل الله. بابكر جبل الله. نعم. بور دي من على الشيخ البور. نعم. مرحب بك. ساكن المغرب مثلا. ما شاء الله، انت من حي البسطة هنا؟ نعم. اتولدت هنا ولا ساكن؟ اتولدت في حي البنا، لكن عندي جداب وامي هنا في حمد. طيب احنا سؤالنا عن شخصيه معروفه في حي البسطة، اصغر امير لاي في تاريخ العسكريه السودانيه، وكان اول دفعته في كل مراحله الدراسيه، وحتى درس هو من اسره آل غندور. سمعت بها الاسره دي؟ نعم، هنا في حي الغنادير. ايوه حي الغنادير. نعم. وحتى درس ماجستير في بريطانيا، جا اول دفعته. اسمه العميد منه؟ من آل غندور. ممكن توضح دفعته سنة كم مثلا؟ لا هو أمير الله يعني حاجة قديمة. أمير الله الوظيفة قديمة. نعم. هاي. غندور كان برضو صحفي من ناس آل غندور دي، كان عسكري منه. ما أذكر والله، ما تذكر؟ ما أذكر والله من آل غندور، مع أنه أعرف كثير منهم، بس أمير الله ده يعني ذو وظيفة قديمة. نعم. نتعرف عليك. اسم عبود. عبود؟ هاي. مرحبا بك عبود، ساكن حي البسطة هنا؟ ساكن حي البسطة. هاي. طيب أنا إحنا عندنا سؤال. هاي. سمعت بآل غندور هنا الغنادير؟ هاي بعرفهم. بتعرفهم؟ ساكنين في حي البسطة هنا؟ ساكنين في حي البسطة. هاي. طيب في زمان رتبة عسكرية، هسه قبل الضباط قالوا يقولوا ملازم ونغيب وكده، كان بيقولوا الأمير لاي زمان في العسكرية قديم. في واحد من آل غندور ديل شخصية معروفة أمير لاي، أصغر أمير لاي في تاريخ الجيش السوداني، وكان أول دفعته في كل مراحل الدراسة من آل غندور ديل. اسمه العميد منو؟ عميد ابراهيم. ابراهيم غندور. ابراهيم غندور. هاي. ابراهيم غندور. والله ما متذكره زمان. هاي زمان عسكري منو في آل غندور؟ والله ما بعرف. انت بتعرفين ناس غندور؟ بعرفهم كلهم، لكن اسمهم بنساهم، ما متذكره. ما مرق تهي كي ما لي شنو حاجه هيني. انت هنا بتعرفي منهم منو آل غندور؟ كلهم ناس. الراجل الما داك سموه اسمه سليمان. سليمان منو؟ سليمان الغندوري. سليمان الغندوري. طيب سليمان ده عارف أولاده منو؟ أولاد هاي منو؟ محمد وفاطمة. محمد وفاطمة؟ عنده مزمل ولا ما عنده؟ لا ما عنده. ما عنده مزمل؟ بس اثنين. اثنين، محمد وفاطمة، اسمه سليمان الغندور. طيب كويس، أنا إحنا بنحييك وبنتمنى لك الصحة والعافية. وربنا يديك العافية. وإذا جينا لخيارات تخليك معنا، أنا عم نزل كماز ولا ما جاوب، بندي خيارات تكون من نصيبك إن شاء الله. الله يديك العافية، تسلم. مزمل سليمان غندور. منو؟ مزمل سليمان غندور. مزمل سليمان غندور. طيب أنا حناخد إجابة ونتمناك معنا متفائزين. مزمل سليمان غندور. طيب أنا إحنا يا إخواننا نحكي نقطة في العسكرية. إيه. والناس اللي بيعرفوا العسكرية بيفهموها سريع. والناس اللي ما بيعرفوا العسكرية ساعدهم بيشرح حبة. دي قالوا مباراة في كرة القدم عملها بين الضباط وضباط الصف. طبعا يا اخوانا الضباط دي الناس اللي رتبهم هنا، هاي مين ملازم، ملازم هو النغيب ورايد وكده، الرتب العسكري ماشي. ضباط الصف دي من جندي وعريف وكيل عريف، الجماعه ماشيين لك. عملوا بيناتهم مباراه، الحكم حضرة الصول،
المذيع شغال بيستلم سعاده النغيف في خانه الجناح اليمين، بيعمل كره معكوسه بنزل الرايد على صدره بيفتح كوبري، بيستلم سعاده المقدم بيعمل كره معكوسه، بيستلم سعاده العميد بيعمل كره معكوسه تجاه سعاده اللواء، بيقطع وكيل عريف بصوره غير اخلاقيه لا تمثل. شال منه شال اللواء الكره الثانيه اللواء هو الجول هو الجول هو الجول شاته في الاول. في مجندين ببره زعلانين قالوا جول، اللواء ضايق قال لهم جول، يا سعادتك طلعت هذا قال لي عارفه لكن قول يا سعادتك قال هذول كما كنت ارجاني مكتب ضابط النبطش انا بيوريك لكم ولا حضر الرسول ماشي على ضابط النبطش في زال فيه في شنو حضر الرسول قال لي وداك جرس في شنو قال لي كوره شات في الاوت وقال قول وانت قلت شنو قال لي انا قلت قال لي لا اله الا الله محمد رسول انا من هنا شايف اقول. طيب محطتها الثانيه كانت في حي البسطه في مدرمان. سؤالنا كان عن أصغر أمير الله في تاريخ العسكرية السودانية وهو العميد مزمل سليمان غندور. الإجابة الصح كانت من أخونا منه يوسف محمد جاد السيد. يوسف نحن بنبارك لك وحي يوسف يا أخوانا. دي أول مرة حي جماهير؟ أول مرة والله. أول مرة إن شاء الله تكون طبيعي يعني الواحد يحي الجماهير و... أشكر قناة الشروق وأشكر الأخ محمد موسى. طيب يوسف أخونا يوسف أنا حابب أبارك لك يوسف. الكرتونة دي فيها جائزة ولا ما فيها؟ فيها جائزة. تقيلة ولا خفيفة؟ تقيلة. يا أخواننا في ناس بيزعلونا، أنا لقيت واحد قال لي كراتيك كون دي فاضيه. لا لا قلت له يا اخي ما فاضيه. قال لي ليه الزول اللي بيشيلها بيجري سريع كده يا اخوان؟ السرعه دي في المونتاج برمجه عشان يمشوا للسؤال الثاني بيمشوا الزول سريع بالهنا. انت شفتها؟ انا شفتها والله ورفعتها من هناك. اه ثقيله؟ ثقيله والله يشهد الله والله. فيها جائزه؟ فيها جائزه مو والله. الظاهر على ظهر جائزه كبيره جدا جدا عشان كده احنا كم نفر راجلنا عشان نشيل معه. طيب الله يديك الصحه والعافيه. يا جماعه قالوا فاضي نحن لنا. لا ما لا والله. انا خايف تفتح يطلع عليك زول ماري. الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ. الله يعافيك. تفضل. تستمر محطاتنا من حي البسطة أم درمان في حلقتنا الليلة من مدينة أم درمان حي البسطة، الحلقة مخصصة لحي البسطة، محطة جديدة، سؤال جديد. أن إحنا جوار مسجد الشيخ الغرقان في حي البسطة وسؤالنا بيتعلق بالمسجد ده وهو سؤال في المنطقة ذاتها، متسابق جديد وجائزة جديدة. تابع معنا. الحمد لله. أتعرف عليك. الطاهر محمد عبد الله الدعيتها. منو؟ الطاهر محمد عبد الله الدعيتها. الطاهر من حي البسطة هنا؟ لا بيت المال القديمة. بيت المال القديمة. أيوة. طيب جيت المسجد ده ولا صادفتنا بالصدفة؟ والله ما بجي طوال يعني فترات خالص كان. طيب أنا هسة في مسجد الشيخ الغرقان. أيوة. ومسجد الشيخ الغرقان من الواجهات المشرقة في حي البسطة وهو منارة للعلم والدين ومأوى للفقراء ومركز لتعليم الشعائر الدينية. وأبونا الشيخ الغرقان كان فيه ما مرق منه نهائي حتى وفاة 1916 يعني مركز للشعائر الدينية والتعليم الديني في مدرمان ومنارة من منارات حي البسطة. دايرين نسأل سؤالنا أبونا الشيخ الغرقان اسمه منو؟ أتعرف عليك. منصور بابكر بلة. منصور بابكر بلة. نعم. من حي البسطة هنا؟ نعم. طيب أنا إحنا هسه في مسجد أبونا الشيخ الغرقان هو منارة من منارات حي البسطة. نعم. وجهي مشرق. نعم. سؤالنا أبونا الشيخ الغرقان اسمه الحقيقي من؟ اسمه الشيخ ضفاء الله. الشيخ ضفاء الله الغرقان؟ نعم. متأكد؟ نعم سيدي. طيب نحن نأخذ إجابة ونتمناك معنا من الفائزين. عندنا زول ما عارف عندنا زول قال إجابة صح. سلام عليكم. كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. نتعرف عليك. علي عبد الرحيم حماد. علي عبد الرحيم حماد؟ نعم. ساكن حي البسطة؟ ساكن مع الشيخ هنا تلميذ مع الشيخ في المسجد؟ نعم.
طيب أن إحنا بنحييك وسعيدين جدا نكون في حي البسطة في مسجد أبونا الشيخ الغرقان، وهذا المسجد الواجهة المشرقة لمدرمان، مركز للتعليم الديني ومأوى للفقراء ومكان للشعائر الدينية. أن إحنا سؤالنا أبونا الشيخ الغرقان اسمه منه؟ ضفع الله محمد حامد الملقب بالغرقان. ضفع الله محمد حامد الملقب بالغرقان. بالغرقان نعم. اللقب عارفه جاء من وين؟ والله اللقب ده جاء بعد دخول مسجد مضوى مبان. نعم ايوه. لا كلمة الغرقان ذات الغرقان ايوه يعني كان متبحر دينيا يعني. نعم نعم يعني زول غرقان في الدين. نعم نعم. وقالوا ما طلع من المسجد ده لحد وفاة 1916. نعم قاعد جوا المسجد محتكف. جوا المسجد نعم. أيوة. نعم يعلم الناس القرآن والدين وشعائر الدين. نعم أن إحنا بنحييك وبنتمنى لك التوفيق. اسمه ضفع الله محمد واد حامد، مشهور بواد حامد. بواد حامد. نعم أنت في المسجد هنا؟ نعم. طيب أنا عندي ده اللي سمعنا إحنا ده أصلا سؤالنا. نعم الرتبة الصوفية هنا. نعم شنو أنا سمعت إنه يقول لك فلان ده مقدم مثلا. نعم نعم. إيش يعني مقدم؟ لا طبعا مقدم الشيخ. نعم للخدمات بتاعة الناس، يخدم الناس. نعم. تاني في شنو غير المقدم؟ والله يا أخي تاني في طبعا شيخ الخلابة ده بيكون مزول من الخلاوي. نعم الضيافة. الضيافة نعم. وفي الزول بيقري القرآن. نعم والعلم وكده يعني غير التعاليم الدينية أدب التعامل. نعم في زول يضيف الناس وزول نعم. يكرم الناس وزول نعم. يتقدم الضيوف وزول نعم. طيب ما شاء الله نحن بنحييكم سعيدين نكون في مسجد أبونا الشيخ الغرقان. وحلقات الذكر هنا 200 و200 والله أنا مدار الساعة. مدار الساعة أيوة. لا الذكر النوبة أيوة والطبع. في الثلاثة وفي الجمعة العصري تلاتة. مشهور بالعصري بتاع الجمعة ثلاثة والجمعة. نعم أنت طيب قعدت كثير في المسجد؟ نعم أي كم؟ والله فترة طويلة كم وعشرين سنة. كم وعشرين سنة. نعم. الناس في المسجد مرات في الذكر بيغروا يقول لك الزول ده غيرك في الذكر. نعم نعم. بتلقاه وما ما فاهم هو بيعمل في شنو ولا كده. نعم نعم. بيكون ماشي في ده. نعم. دي في دي روحانيات ايوه ديل بيكون ما جايب خلاص. نعم ايوه. فأنا بتذكرني طرفة. نعم. يعني كان سمحت لي احكيها. نعم واحد جاء الذكر هو طبعا ما بيعرف الذكر يعني الذكر الناس اللي بيغروا ناس متبحرين. نعم. وماسكين قوي. نعم. وناس ماسكين طريق من بدري يعني. نعم. بعد ذلك بيكون الذكر بيسوي وده جاء يتفرج لقى الذكر شغال. نعم. ففي واحد من الناس اللي غرقوا في الذكر ديل ما اثناء ما لا في كده اداه كف. نعم. ما جايب خبر. نعم. خلاص الذكر مسخن. نعم. يطلع فيك بس على بخلي. ايوه وقال الله اللي يجيب عكازي ابنه كفتني ده. نعم. يجيب عكازي وكازي كيف العكاز الناس يمسكوا فيها زول استاذ بالله يا زول استاذ بالله قالوا له دي كيف لهم؟ قال لي الزول ده غرقان قال له انا مطفي. محطات متواصله محطتنا دي كانت في مسجد ابونا الشيخ الغرقان بحي البسطه. سؤالنا كان اسمه منو؟ واخونا منو؟ منصور بابي كربله. اخونا منصور ان احنا بنحييه قال الاسم الحقيقي للشيخ الغرقان الشيخ ضفع الله الغرقان واجابته اجابه صحيحه. جوا المفروض نصفق ليك لكن حرم المسجد ما صفقنا برا المسجد صفقوا له اخوان. منصور انت في المسجد هنا؟ نعم سيدي. طيب اعمالك اللي بتقدمها شنو في المسجد؟ والله يعني احنا قاعدين هنا في المسجد بجانب الشغل يعني الاقل قاعدين بنخدم الشيخ ملازم الشيخ تلميذه. بتنشد؟ بننشد اي. طيب تسمعنا شنو من 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 الاشياء اللي بتنشده؟ والله بالمناسبه سمعك عن الغرقان ذاته. يا ريت نسمع. نعم جدا. نعم. في القصه عن الغرقان يعني بقول قلت انا الراجل سكن مدرمان البازل حيا ديان يا باقي وزو الاحسان يا باقي لب الوسخان يا باقي املاه ايمان يا باقي ابو الغيمان الراجل بس للاوزان بالنبي وفوق العدنان يا النبي شفع الدركان يا النبي ومن النيران يا النبي ابو الغيمان الراجل سكن بطر الصدوق رضي الله ومع الفاروق رضي الله عثمان زلزوق رضي الله وعن فارس العوق رضي الله وابو الغيمان الراجل ساكن مدرمان
أهل الأساس ناديتم والدق الساس ناديتم من الوسواس ناديتم من شر الناس ناديتم أبو الغيمان الراجل سكر لي حسن الفوق ناديتو بدري الشفوق ناديتو أكرع وزوق ناديتو شرب أهل الزوق ناديتو أبو الغيمان عرجت وزال للراجل فوق السلطان الراجل بسق الغيمان الراجل بطن مدرمان أبو ينازل أبو الغيمان الحال اخطاء ابو الراجل تعجب اداب الراجل ادق شراب الراجل ما فوت لباب معاجل ابو الغيمة الحال الاوت الراجل وبجرنا سوت الراجل ادق مقوت الراجل قطم بيفوت معاجل ابو الغيمة الراجل وطويل الباع الراجل أبو ذكر شاع الراجل ياتك مسراع الراجل برق اللماع الراجل أبو الغيمان الراجل سكن درمان الراجل حر الأجناس الراجل الما بنقاس الراجل المكس لباس الراجل غلق في الساس الراجل أبو الغيمان الراجل سكن درمان الراجل ابن الوشاك الراجل طيف مشبا الراجل حالا يلفاك الراجل من الجاياك الراجل أبو الغيمان الراجل سكن درمان الراجل صلى السلام للنبي عدد الأيام للنبي تصل أم رخام للنبي وتغري السلام للنبي أبو الغيمان الراجل سكن درمان البازل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والرحمة والمغفر لأبونا الشيخ الغرقان دفع الله الغرقان ونحن بنحييكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويديكم نصف الحال سعيدين بالزيارة نحن بنبارك لك نفتح العربية نشوف جائزتك أنا منصور بنقول لك مبروك من قناة الشروق جائزتك معانا رب يديك الصحة والعافية بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك وأنا عاجبني صوتك ده بارك الله فيك والله وصوت مليان ما تنازع لي به واخبار ورجع لي الله يديك العافيه مبروك عليك ربي يديك الصحه والعافيه ما زلنا متواصلين معاكم في محطاتنا الليلة من حي البسطة بأم درمان محطة جديدة في حي البسطة سؤال عن حي جديدة موقع جديد متسابقين جدد إجابات جديدة وتابعوا معنا المحطة طيب السلام عليكم الله يحفظك إن شاء الله طيب يا مرحبا الله يكرمك أتعرف عليك جعفر سيد أحمد جعفر من أم درمان هلا هلا ويا هلا ظهري والله ناس أم درمان أول ما شو أنت عارف يعني في شكلهم في العراق أو في أصالة البلد وفي طمانينة غبوطة غبوطة غرامة ناس السودان دي كلهم يعني أكيد وفي طمانينة أم درمان ذات تلقى دول مطمئن معروف إنه من البلد أي صح طيب أنا سؤالنا حلقتنا الليلة في حي البسطة سؤالنا كله عن حياة في حي البسطة أنت ساكن وين في أم درمان مكة ود عروس مكة منو محطة مكة ود عروس ود عروس ود عروسة ود عروسة سموها ود عروسة ليه؟ ود عروسة لأنه كان جدا هذا يعني مكة ذاته كان بيبيع حاجات العرسان يا سلام زي أبو مرين حسن يقول لك بتاعين العطارات أيوة كان مختص بس بالحاجات العرسان عشان كده سموها ود عروسة ويقول لك العروسة ما لبست من مكة ود عروسة ما عروس والله العظيم أنا إحنا سجينا ما لقينا شيء معناه إنه أنا زين مع عرسة طيب إحنا نعم. سعيدين بيك سؤالنا نعم في قهوة في حي البسطة هنا نعم من أشهر القهاوي نعم. في أم درمان نعم كويس ال- 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 اشتهرت بأنه بيجوا الفنانين والشعراء وكذا نعم نعم من القهاوي الموجودة غير القهوة البازار لنا أنا دي نعم. في قهوة يوسف الفقيه في قهوة ديمتري البازار ولكن نعم. القهوة اللي بتكلم عنها دي قهوة قديمة من أشهر القهاوي في أم درمان عموما هي توجد في حي البسطة هنا
القهوه دي كان بيجوها يعني الناس يا بحكم انه ساكنين حي البسطة يا بحكم عملهم في البسطة. نعم. يا اما مشاهير يعني كان بيجيها زينجار، العاقب محمد الحسن، تحيه زروق، أستير قدور، صلاح مصطفى وغيره من الفنانين كانوا بيجوا. دي قهوه دي منو؟ والله نعم، بس انا غطى حدا من يوسف الفكي. يوسف الفكي جورجي مشرق. جورجي مشرق طبعا معروف برضه، قهوه ما قهوه ودكان لكن كان اسمها شنو؟ جورجي مشرق ويوسف الفكي. ده طبعا اكثر الناس كانوا الفنانين فيها والشعراء. طيب جورجي مشرق دي سماه جورجي مشرق ليه؟ جورجي مشرق ليسيدا طبعا راجل قبطي وكده. ايوه فسماه جورجي، وبعدين راجل فني يعني بيحب الفنانين ابراهيم عوض وناصر عبد الرحمن الرياح والشعر بتاع. طيب قهوته دي مامون حسن جمعه وسيد عبد العزيز وسيف الدين الدسوغي والشعر ده كله كانوا بيجون. ودي الناس كنا اسم دراين دي الناس الله يمهيني ده حاتو ذكرته بس ما ذكرته أصالة. أصالة آي نعم. طيب كانوا بيجوا هنا الفنانين في جورج مشرق دي؟ كان بيجوا هاي ايوه كلهم كلهم بيتمعون ليه أحمد المصطفى وعثمان حسين كل الفنانين الله يرحمهم يعني. الله يديك العافية. نحن خذ إجابة نتمناك من الفائزين نتعرف عليك. مرحبا. نصر الدين عبد الله علي. نصر الدين شغال في حي البسطة هنا؟ ايوه شغال في حي البسطة. ليك كم سنة؟ لي 15 سنة. 15 سنة ما شاء الله تبارك الله. ما سويت لك بيت؟ ما سويت أي بيت والله. الباقي لك عليك كم سنة كي ليلي؟ والله ما معروف لسه. لا أنت المفروض بعد تسكن يدوك الجواز بتاع حي البسطة. طيب في قهوة هنا مشهورة من أشهر القهاوي في مدرمان مقهى. أيوه. في مدرمان هو في حي البسطة هنا. أيوه. بيجوا كثير من الفنانين والمشاهير. أيوه. ها؟ أيوه. ملتقى للشعراء والفنانين. أيوه. غير قهوة يوسف الفكي وديمتري البدر، اسمها شنو؟ الدلغة. الدلغة. القهوة دي اصلا قهوة والدلغة. اها. المشهورة دي. طيب. دي من زمان نحن يعني نحن ما شفناها لكن يعني سمعنا بانه القهوة دي بيجوا اسماعيل خورشيد كل ال هسه ما في؟ القهوة دي هسه ما في. ولا بابا وتيك ولا والله ما عارفها لكن هي زمان والدلغة يعني بدري القهوة دي. نعم. لكن هسه ما موجودة هي. طيب نحن ناخذ اجابة نتمناك معنا الفايزين. طيب مرحبا بك نتعرف عليك. اهلا وسهلا. انيس نعيم بشير. انيس نعيم بشير. أيه. من ناس ام درمان هنا؟ من ناس ام درمان قديم. مولود هنا؟ مولود هنا. حي البسطة؟ لا انا ساكن هنا في بوابة عبد الغيوم. بوابة عبد الغيوم. اي ساكن في البوابة زادة؟ اي في البوابة زادة. في البوابة زادة؟ اي في البوابة زادة. والله بعدين ديك والدلغة وده مكي هنا. اي وده هنا جورجي مشرقي وديك قهوة يوسف الفكي. أي. يوسف الفكي ده كان على انه الشلل شلل ناس. نعم. البنوكه براهم والطروش براهم والترزيه براهم وحياه زي دي يعني شلل شلل ما في زول بيصفق. كيف ما في زول بيصفق؟ ما في زول بيصفق. الجرسون عارف الطرابزه دي عايزه شنو. نعم. والطرابزه دي عايزه شنو. نعم. ودي كانت سينما برامبل وهنا كانت التمثال بتاع سكينه. لا انت قلت لي يعني ناس بيرتادوها بصوره طوالي. أي. يعني بيجوا طوالي يعني في زبون دايم. دايم طوالي يعني انت اول. أي. ما جيت في القهوه عرفوك داير شنو. اي بتشرب حرجه الحرجه لك جا. أي. جنزبيل جنزبيل لك جا. أي. جبنه جبنه هنا هنا اسكافيه. اي هاي وكوبايه بتاع الشوب. اي ها دي اللبن كانت بكم؟ بقرش قرش نص. هاي يعني هسه يعني انا كان حضرتها هسه بقروش هسه دي. اي 1000 جنيه بشرب الحله براي. اي ايوه الحله براك. وبعدين قشطه قشطه الوش. اي على اليمين اسكو الساقي لما تشربها. أه. عيونك طقك طقك تفتح. والله ما شاء الله. والله والله يعني كيش تصيح حجر البطاريه تفتح طوالي. طيب انا حسعيدي في قهوه هنا في حي البسطه هنا في الحته دي يجوا الفنانين والشعراء. كان بيجوا زمان ناس زنقار وصلاح مصطفى وسيرجادور والعقيب محمد الحصر رحمه الله تحيه زروق غير قهوه يوسف البكي وغير قهوه ديمتري البازار. قهوه هنا في الحته دي قهوه دي. القهوه جنب السينما. لا هنا هنا في الحته دي. الحته دي ايوه القهوه اللي جاي دي اسمها شنو؟ والله نسيت اسمها لكن هنا ده. ها هنا دي هاي في شفتها جنب السينما هنا جنب السينما هاي في يدك اليمين يدي اليمين. هاي لكن دي كانت يعني ناس. ها يعني انا كان داير اعرف اجابتك صح ولا غلط الا امشي الوصف ده ولا هاي. انا احنا بنتمنى لك التوفيق واخذنا منك معلومات سره. ايوه عندنا ناس بعدين شركه التوخي هنا جنب الاسكنه. ايوه انا احنا سؤالنا بس في القهوه دي. ايوه الله يديك العافيه نتمنى لك الصحه والعافيه وتابع معانا تعرف عليك. حمزه خضر. حمزه حمزه خضر. حمزه حمزه نحن بنزعل من مقهى شهير في من اشهر المقاهي في مدرمان هو في حي البسطة يرتادوا كثير من الفنانين والشعراء. اسمه شنو؟ قهوه جورجي مشرق. جورجي مشرق. اي طيب دي اجابه برضه ناخذها.
ونتعرف عليك انت. صلاح داوود سليمان. نعم. نورمان قهوه سوق المويه او قهوه جورجي مشرقي برضه اسمها قهوه سوق المويه. قهوه سوق المويه ليه بتتباع المويه هنا؟ لا كان في الحاجه البارده بتتباع جنب عمك جورجي مشرقي هنا. أي. والفنانين كلهم من هذا الخريجين هنا وهنا بيتلموا في قهوه عمك جورجي مشرقي. غير كده هو زول كان يعني رابط المثقفين مع الناس الاهاليين مع المجتمع الاهلي سايو. نعم. فكانوا بيتجمعوا كلهم هنا في قهوه عمك جورجي مشرقي وكذا. طيب نحن نتمنى لك التوفيق ونتمناك معانا من الفائزين. وطالع السؤال متواصل، طالما نحن في القهوه نحكي له نكته بالقهوه بس على القهوه يعني. هاي هذا دخل الصيدليه، صيدليه امبسلين ما بعرف حبوب مرصوصه ادويه مرصوصه اي شيء مرصوص صيدليه. سلام عليكم. قال لي عليكم السلام. بن الدينا. قال لي هنا ما في بن. يا في. قال لي والله ما بنبيع بن يا اخي. يا الكراتين الورا ده فتش بتلقى بن يا الدينا. قال لي يا ابو الشباب المحل ده ما محل بن، ده محل دواء. دواء دواء جنزبيل الدينا. متواصلين معاكم من جران حي البسطة، ام درمان حي البسطة. حلقتنا الليلة مخصصة في حي البسطة. معانا جحفر. نعم. جحفر. ناس ام درمان. من ام درمان حي مكه ود عروسه. حي الركاب يعني. هاي العروسه اللي ما جهزها في ود عروسه شنو؟ ما عروس. ما عروس. والله نحن يعني انا كان حاضرها زمان ذاك ثاني نجي نجهز العروس. سؤالنا كان عن قهوه يرتادوها الشعراء والفنانين من اشهر المقاهي في ام درمان كلها. نعم. موجوده في حي البسطه. نعم. وانت قلت جورجي مشرقي. جورجي مشرقي محمد خير ويوسف الفكي. ويوسف الفكي، انا يوسف الفكي قلنا لك ومحمد خير قلناه. آه. والبازار ديمتري. الإجابة صحيحة أخواننا جورجي مشرقي، وإنت أول زول قلت الإجابة دي صحيح. أنا إحنا بنحييك وإنت فايز معانا بس أنا ده حيو أخواننا. يا أخوانا والله التحية دي تحية ناس ما فاضرين، كيف الفاضرين يحيو؟ أنا إحنا كنا بنزل من القهوة قالوا ما شارب يا جبنة، نفتح العربية نشوف جائزتك. شكرا لناس الشروق على هذه الهدية الجميلة. الله يديك الصحة. نعم. والعافية. ونحن بنحييك من حي ناس درمان كلهم. نعم. درمان العراقة. نعم. درمان الأصالة. نعم. نقول لك ربنا يديك الصحة والعافية. نعم. تحياتنا لناس مكة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. قلت ربنا يرزقنا يفتح علينا. آمين. فتح علينا بناس الشروق. الله يكرم. ما زلنا متواصلين معاكم من ام درمان وحي البسطة او ما قريب من حي البسطة، يمكن مرقنا حبة كده، لكن يا ام درمان ذاتها. سؤالنا بيتعلق بالاذاعة السودانية. الاذاعة السودانية كل ما ذكرت ذكرت ام درمان، او كل ما ذكرت ام درمان ذكرت الاذاعة السودانية، يعني الاثنين مع بعض يعني. سؤالنا بيتعلق بالاذاعة السودانية، محطة جديدة، تابعوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله طيبين. بارك الله فيك. كيف الحال؟ الله يحفظك. ان شاء الله طيب. نتعرف عليك. ابراهيم عوض محمد عبد الله. ابراهيم من وين؟ انا من الخرطوم، من هنا من الركويت. الخرطوم لكن هنا ديم درمان. ديم درمان من الركويت يعني، ما هي العاصمه القوميه كلها. اسف في ذمتك الركويت دي هيني؟ لا انت ما جارنا. انت ما جارنا. انا هنا سعيدين بيك. شغال في درمان هنا؟ لا كنت مغترب في السعوديه ولما ديل في اجازه يا اخي. نعم. جابك من درمان هنا دار تشتري قطعه طرد ولا لا؟ دار ابيع عليها عربيه. والله ان شاء الله. رخيصه غاليه ديل بيكتبوا فيهم بورا حصاد الغربه بس يا هزات. سعيدين بك. انا احنا سؤالنا. نعم. اذاعه ام درمان، الاذاعه السودانيه. نعم. دارين نعرف متى انطلقت الاذاعه السودانيه. الاذاعه السودانيه دي لما بدت في غرفه صغيره في مبنى البسطه هنا. نعم. بتذيع الاخبار.
نعم. وفي ناس هسه كانوا بيقولوا يعني لقانون في حال البوسطه كان بيقولوا الناس بتجي بالحمير تسمع الاخبار في البوسطه هناك، دي اللي اذاعه كانت هناك. نعم. وانطلقت للخدمه الاعلاميه لجيوش الحلفاء زمان. نعم. يعني ادعمت لجيوش الحلفاء تخدم طيب. اعلاميا. طيب. وزمان ذاته الرادي كان جهاز غريب. صحيح. يعني الرادي تلقى ملمومه في الناس كلها والبشريه. بس انا صغير لكن. انت كنت صغير انا عارفك ظاهر عليك. ظاهر عليك صغير. لكن سؤالي الاذاعه السودانيه. انطلقت من اول اذا كان جيش الحلفاء تقريبا دي جيش الحلفاء سنه 1945 45 تقريبا طيب هي خدمتهم لكن هي دسست كم معناها هي قبله قبل 45 معناها خدت 40 40 تقريبا 1940 تقريبا كنت مغترب وين انت في السعوديه في الرياض الرياض نعم ما شاء الله نحن عندنا الرياض الله يديك العافيه وجنب الطايف هاي يديك العافيه طيب احنا متواصلين نزل والرجل بيكسب اللي بيجاوب الاجابه الصحيحه بيكسر معنا خليك بس قريب ما تقع الله يسلمك السلام عليك ان شاء الله طيبين بارك الله فيك نتعرف عليك عبد الرحمن الصادق خلف الله عبد الرحمن الصادق من اهل جبلاب جبلاب ما شاء الله انتم شغالين من دلوقتي نعم بالعربات بالعربات ما شاء الله تبارك الله في الخريف ما بتنزلي منك وانتيك واتوس كيتي والله مرات الفيضان مشيله الفيضان مشيله والله مو مراتنا في العربات يرونا سعنتوته هاي سعنتوته انا خايف الفيضان يشيله سيدي تلقاه بقدام سؤالنا اذاعه ام درمان الاذاعه السودانيه متى انطلقت الاذاعه السودانيه؟ انطلقت قالوا لخدمه اعلاميه زمان كان للخدمه الاعلاميه لجيش الحلفاء وكانت باذاعتها من غرفة صغيرة في مبنى البوسطة هنا وكان زمن بس نص ساعة بس الرواد إذا كانت نادرة الناس تلقاها ملمومين في الرادي تقول عكس لون كورنا هاي كلهم بتلقاهم ملمومين كان سنة كم انطلاق الإذاعة؟ تقريبا 1924 1924 ناخذ إجابة نتمناك من الفائزين تفضل السلام عليكم الله يوفقك تعال جاي خليكم واقفين أخوان نتعرف عليك صلاح هاشم عبد الوهاب صلاح هاشم عبد الوهاب من وين؟ من أم درمان أم درمان وين؟ بيت المال بيت المال على الترطيبة أيوة ده بيت القروج يا هزات سؤالنا متى انطلقت الإذاعة السودانية 1935 نتعرف عليك بلا علي الصديق أحمد من مواليد من درمان حي المظاهر جموعي جموعي نعم شغالين في العربات نعم ما شاء الله نعم أنا بعرف حبة في ثقافة العربات نعم يقول لك يعني الفوطة نظيفة والمسطرة نظيفة نعم هاي والظهرية كمان الظهرية كيف والغوايم كيف هاي هاي نعم بعدين قالوا السماسرة يشكروا لك الموت تتمنى نعم في الغبر زادوا قالوا تمشي عليه والله قالوا يقول لك للمكنة يوصف لك المكنة هاي يقول لك فيها مكنة تتوضى من عادمة الحمد لله ولا موت الله يحفظك انت هذا هاي سلكت موية ايوه نعم والله عليك انا بعرف ولا ما نعم نعم لكن غالباتني ناس الشكمان والشكبزور والسرندل ديل خوفني والله لا انت تقوم تعمل حاجة الشكبزور تحت العادم طوالي انت بتعاين كده بتلقى الشكبزور كويس ده بيجي للشكمان هاي والشكمان بيجي مع العادم نعم يلا انت داير تشوف الشكمان ده هل هنا بيشوف مسمار اذا المسمار ده مفكوك معناته انت بطاطك صبحت واذا المسمار ده ما مفكوك معناته عربيه شركه يعني قاعد يطير بالليل بطاطك صبحت اي كان طاير بالليل بطاطك صبحت طيب سؤالنا اذاعه ام درمان دي اذاعه انطلقت زمان وكان بس نص ساعه من مباني البوسطه نعم نعم في غرفه صغيره نعم. وكانت لخدمه اعلاميه لجيش الحلفاء الوقت ذاك نعم انطلقت 200 اذاعه ام درمان والله يا اخي طبعا انا مواليد 63 لكن بسمع وكنت صغير برضو بيقولوا 28 والله اعلم 63 نعم مواليد 63 نعم ما يكون 63 ده شغل لا لا والله 63 بس التي ده بتاعي مشيت مضوم بقى قريب ده راس مالك لا ده دولتي دي راس مالك ايوه العمر نعم اعشيك واشيله منك لا لا والله يعطيك العافيه طيب سعيد ما يكون متواصلين معاكم يا اخواننا نحن بنسال عن الاذاعه السودانيه موجودين ده شارع المورد مش هذول ده اخواننا انا بزعل في الناس لكزني كم الكيزه واتلفت عليه هاي وما جاء وما اتلفت عليه وكان قد صفيحتي اتعرف عليك الفضل الطيب الماحي محامي الفضل الطيب الماحي محامي نعم ما شاء الله اتخرجت عاوز عربيه مواليد 61 تخرجت 91 جاي على الكاميرا الله يخليك واحد خرجت كم 91 كده 91 حمين بارك لك الله والمحامين دي ناس فصيحين وعارفين الله يسلمك هاي بيعرفوا اي شيء مطلعين ناس القانون دي ده زمان الاذاعه السودانيه مط انطلقت لاول مره الاذاعه السودانيه 1944 1900 نعم 44 نعم طيب نحن ناخذ اجابه بجاي عندنا زول نتعرف عليك السلام عليكم السلام ورحمه الله يا استاذ محمد تعال نتعرف عليك محمد جبار عبد الله جبار متى انطلقت الاذاعه السودانيه 1948 نتعرف عليك حافظ علي
1949. طيب متواصلين معاك ونتعرف عليك. أمير محمد أحمد. أمير، متى انطلقت الإذاعة السودانية؟ 1924. 24. نتعرف عليك. أحمد نصر الدين. أحمد نصر الدين من أم درمانية؟ لا، الجريف غرب. الجريف غرب. متى انطلقت الإذاعة السودانية؟ 1940. 1940. طيب نتعرف عليك برضو معنا. صلاح جبورة. صلاح جبورة. مرحبا بك. من أم درمان؟ أيوة نعم. متى انطلقت الإذاعة السودانية؟ انطلقت سنة 1940. 1940. طيب يا اخواننا، هاي متواصلين معكم. احنا حنقوم هاي كل الفرص المهله بس المهله. طيب يا اخواننا، نحكي لنا نكته في الاذاعه دي. لا، ما في العربات. انا طالما جمع عربات ونحكي نكته وسؤالنا عن الاذاعه، يعني بقينا بين نارين، هنا العربات وهنا الاذاعه، نحكي نكته فيها العربات وفيها الاذاعه. اتفقنا؟ عبكر اشترى لي عربيه جديده لينك، ما جديده في عظمه، جديده في سعر، اشتراها جديد. مارق من القضارف طلع بها الزلطه، ادا واحد مشي، حبه ادا اثنين مشي، حبه ادا ثلاثه، وقت اتكل فيها اربعه العربيه فتح الرادي. اول فتحت الرادي قال هنا ام درمان، قال لي ان الابو السرعه ذاته. انا بنحييكم يا اخواننا، وسؤالنا سؤالنا كان متى انطلقت الإذاعة السودانية؟ وانطلقت يا إخواننا الوقت ده كانت بتبث برنامج من غرفة صغيرة في مباني البسطة، وكانت خدمة إعلامية لجيش الحلفاء، وزمانها كان نص ساعة، وكان الناس بياخدوا الروادي دي وبيسمعوا، كانت الروادي ذاتها نادرة، تكنولوجيا جديدة وحديثة على الناس. أنا إحنا أول زول قال الإجابة الصح هو اللي بيكسب معانا. إجابتنا الصحيحة هي 1940، وأول زول قال الإجابة الصحاح أخونا المغترب اللي سألناه هو ذاك. نحييه يا أخواننا كده. طيب أنا سعيدين بيك، وقلت لنا منو؟ إبراهيم عوض محمد عبد الله. إبراهيم، أنا بنقول لك الحمد لله على السلامة وبركة، جيتنا من السعودية سالم غانم إن شاء الله. الله يبارك سالم، لكن ما غانم. طيب يا أخي، دي أعتبر أول الغنائم إن شاء الله، وعرفني أنك جاي تبيع العربية. نعم. أنا أشوف الجائزة دي رطبت فيها غير البيع. حاضر. بما نطلع يكتب ما بالعربية. خلاص إن شاء الله. أنا سعيدين بيك وبنحييك وفوزت معنا. آخر جائزة وآخر محطة لنا نفتح العربية. نعم. أنت وقسمتك. بس نشكر قناة الشروق نحن، ونتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار. الله يكرمك. الله يبارك. نفتح العربية. إبراهيم، أنا حابب نقول لك مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. وإن شاء الله العربية تعشيك. نعم. ويجيب لك قريشات. نعم. والنقص العربية جاب السعر السمح. الهدية ده سماسر. بس شنو الهدية دي لكن؟ أتوقع تكون فرن. والله يعني إحنا نتوقع تلفزيون، نتوقع فرن. في ناس قالوا فاضية. لا ما فاضية. ما فاضية. مليانة إن شاء الله. لا تقيلة. 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 أنت من الناس تتفق مع السماسر، يقولون حق البيع العمولة. نعم. الكرتونة دي. إن شاء الله. الله يديك العافية. بارك الله فيك. طيب تسلم. لحد هنا انتهت محطاتنا في حلقة الليلة. 5 محطات، 5 أسئلة وخمسة جوائز. كانت من أم درمان حي البسطة، سألنا فيها عن مسجد الشيخ الغرقان، سألنا عن العميد مزمل سليمان غندور، سألنا عن البسطة، سألنا من مكهى جورج مشرقي، سألنا من الإذاعة السودانية. كلها محطات في أم درمان مهمة موجودة، ومرت اللحظات فيها سريعة. حتى حلقة جاية في نفس المواعيد نفس الزمان، الساعة 8 مساء يوم الجمعة. نترككم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.